لمقاتلين من الميليشيات الحوثية ضمن عمليات حماية المواطنين اليمنيين في محافظة حجة مديرية كشر، قطع طرق الإمدادات ونقل المقاتلين من الميليشيات الحوثية، عملية الاستهداف، أيضا استهداف سلاح من نوع دوشكا. قامت الميليشيات الحوثية بتحريكه باتجاه مديرية كشر، عملية الاستهداف والتدمير. أيضا استهداف مقاتلين من الميليشيات الحوثية وهي عبارة عن موقع للهاون يقوم باستهداف المدنيين في مديرية كشر، عملية المراقبة وعملية الاستهداف والتدمير.